السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم اعزائي الطلبه وارحب بكم في درس جديد من دروس اللغه العربيه للصف السابع الاساسي الذي سنتناول فيه موضوع صور الخبر الخبر ابنائي هو الكلام الذي يخبرنا عن المبتدا ويتمم معنى الجمله الاسميه فما صور الخبر وكيف نعرب كل صوره هيا بنا لنجيب عن هذه التساؤلات في سياق درسنا يتوقع منك عزيزي الطالب بعد انتهاء الحلقه ان تكون قادرا على ان اولا تحدد الخبر وتبين صورته ثانيا تعرب الخبر بصوره المختلفه اعرابا تاما قبل ان نبدا درسنا تعالوا معي نتذكر ما درستموه سابقا عبر الإجابة عن النشاط الآتي: نحدد المبتدأ والخبر في الجمل الإسمية الآتية: القمر ساطع، القمر هو المبتدأ، وما الخبر؟ أحسنتم ساطع، علماء العرب بارزون، المبتدأ علماء، والخبر بارزون هم اطفال ابرياء المبتدا الضمير هم وما الخبر ممتاز كلمه اطفال لانها اخبرتنا عن الضمير هم نتذكر ان الجمله الاسميه تتكون من ركنين اساسيين هما المبتدا والخبر وحكمهما الرفع المبتدا هو الاسم الذي تبدا به الجمله الاسميه والخبر هو الكلام الذي يخبرنا عن المبتدا وللخبر صور عده وهي عنوان درسنا اليوم هيا نقرا الامثله المجموعه الاولى الخبر المفرد واحد الولد مهذب 2. الطالبتان مجدّتان. 3. المعلّمات رائعات. 4. المسافرون مستعدّون. نلاحظ أنّ الجمل جملٌ إسمية، تتكون من الركنين الأساسيين؛ المبتدأ والخبر، المبتدأ فيها على الترتيب: الولد، الطالبتان المعلمات المسافرون اما الخبر مهذب مجدتان رائعات مستعدون نلاحظ ابنائي ان الخبر جاء في الامثله كلمه واحده مفرده لا جمله ولا شبه جمله ويسمى نوع الخبر هنا خبرا مفردا وعند اعراب الخبر المفرد ماذا نقول احسنتم خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه ننتقل الى المجموعه الثانيه الخبر الجمله واحد احمد يزور اقاربه اثنان الاسلام خيره عظيم المبتدا في المثال الاول أحمد، جاء خبره، يزور، ما صورته؟ رائع، جملة فعلية؛ لأنها بدأت بفعل، وفاعله ضمير مستتر، يعود على المبتدأ، تقديره هو. وفي المثال الثاني، المبتدأ هو: الإسلام، ما خبره؟ أحسنتم، جملة خيره عظيم، وما صورته ممتاز جمله اسميه لانها بدات باسم ويتميز الخبر الجمله باشتماله على ضمير يعود على المبتدا والخبر الجمله ياتي في محل رفع وعند اعرابه يجب ان نعرب الجمله اعرابا كاملا هيا نعرب معا احمد يزور اقاربه ما اعراب احمد ممتاز مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره وماذا نعرب الفعل يزور احسنتم فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه والفاعل ضمير مستتر تقديره هو واخيرا نقول والجمله الفعليه يزور اقاربه في محل رفع خبر الاسلام خيره عظيم ما اعراب كلمه الاسلام احسنتم مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه خيره عظيم جمله اسميه اخرى تتكون ايضا من مبتدا وخبر خيره مبتدا ثان مرفوع وعلامه رفعه الضمه والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافه اما عظيم فما اعرابها احسنتم خبر المبتدا الثاني مرفوع وعلامه رفعه الضمه واخيرا نقول والجمله الاسميه خيره عظيم في محل رفع خبر المبتدا الاول وهو الاسلام ننتقل الى المجموعه الثالثه الخبر شبه الجمله واحد انتم على الحق اثنان القدس بين الضلوع نحدد الخبر معا في المثال الاول المبتدا انتم ما خبره ممتاز على الحق وفي المثال الثاني ما الخبر احسنتم بين الضلوع صوره الخبر هنا شبه جمله وهو الخبر الذي يكون على صوره جار ومجرور او ظرف وياتي الخبر شبه الجمله ايضا في محل رفع ونعربه كالاتي انتم على الحق في شبه الجمله الجر والمجرور نبدا باعراب حرف الجر ونقول عند اعرابه حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب وما اعراب الاسم الذي يلي حرف الجر اشكركم الحق اسم مجرور وعلامه جره الكسره واخيرا نقول وشبه الجمله على الحق في محل رفع خبر القدس بين الضلوع ما اعراب القدس احسنتم مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه بين نعربها ظرف منصوب وعلامه نصبه الفتحه ومثلها نعرب الظروف جميعها الضلوع الاسم الذي يلي الظرف ابنائي اعرابه مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره واخيرا لا ننسى ان نقول وشبه الجمله بين الضلوع في محل رفع خبر بعد الانتهاء من مناقشه الامثله نستنتج ابنائي ما يلي اولا تتكون الجمله الاسميه من ركنين اساسيين يؤديان معنى تاما هما المبتدأ والخبر. ثانيًا، حكم المبتدأ والخبر: الرفع. ثالثًا، صور الخبر هي: الخبر المفرد والخبر. الجملة بنوعيها: فعلية أو إسمية، وشبه الجملة بنوعيها: الظرفية أو الجار والمجرور. رابعًا: اذا جاءت صوره الخبر جمله او شبه جمله فانه يكون في محل رفع خامسا يشترط في الخبر الجمله ان يشتمل على ضمير يعود على المبتدا ويربط جمله الخبر بالمبتدا ننتقل الان الى التدريبات التدريب الاول نحدِّد الخبر ونبيّن نوعه في الجمل الإسمية الآتية: واحد: الجهل أشدّ من الفقر، ما الخبر؟ أحسنتم، أشدّ، وما صورته؟ ممتاز، اسم مفرد. اثنان: المؤمنون في جنات النعيم، ما الخبر هنا؟ أحسنتم، في جنات، وما صورته؟ أحسنتم أيضًا، شبه جملة جار ومجرور، ثلاثة: التدخين يدمر الصحة، ما الخبر في الجملة؟ أحسنتم، يدمر الصحة، وما صورته؟ ممتاز، جملة فعلية، ونلاحظ اشتمالها على ضمير يعود على المبتدأ. وهو مستتر تقديره هو أربعة السماء لونها أزرق ما الخبر هنا؟ أحسنتم جملة لونها أزرق وما صورته؟ ممتاز جملة اسمية وأيضا تشتمل على ضمير يعود على الخبر وهو الهاء في لونها التدريب الثاني نكمل الجمل الآتية بخبر مناسب كما هو مطلوب بين القوسين واحد الحديقة فراغ نريد جملة اسمية ممتاز الحديقة أشجارها جميلة ونلاحظ أيضا اشتمال الجملة على ضمير يعود على المبتدأ اثنان المعلم فراغ شبه جملة ظرفية أحسنتم المعلم أمام الطلاب ثلاثة النظافة فراغ نريد شبه جملة جار ومجرور رائع النظافة من الإيمان أربعة العلم فراغ جملة فعلية. ممتاز، العلم يبني العقول. خمسة: الأم فراغ، نريد هنا خبرًا مفردًا. أحسنتم، الأم مدرسة. التدريب الثالث: نحول الخبر المفرد في الجمل الآتية إلى جملة، والجملة إلى مفرد. واحد القراءة تغذي العقول ما صورة الخبر تغذي العقول؟ رائع جملة فعلية نريد أن نحول الفعل تغذي إلى مفرد ماذا سنقول؟ ممتاز القراءة غذاء العقول اثنان الفلسطيني متمسك بأرضه الخبر متمسك اسم مفرد نريد تحويله إلى جملة ماذا سيصبح؟ ممتاز الفلسطيني يتمسك بأرضه التدريب الرابع نضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي واحد الخبر الجملة وشبه الجملة يكونان في محل رفع. أحسنتم، الإجابة صحيحة. اثنان: الإخلاص عنوان الصداقة، صورة الخبر جملة إسمية. أحسنتم، العبارة خاطئة، فلا يوجد في الخبر ضمير يعود على المبتدأ. ثلاثة: الظرف مرفوع وعلامة رفعه الضمة رائع الجملة خاطئة فالظرف منصوب وليس مرفوعا أربعة الضمير الذي يعود على المبتدأ في الخبر الجملة الفعلية يكون دائما ظاهرا أحسنتم الإجابة خاطئة فيمكن أن يكون مستترا مثل العلم يبني العقول خمسة صورة الخبر في الجملة الحق فوق القوة مفرد أحسنتم الإجابة خاطئة فصورته شبه جملة ظرفية في نهاية حلقتنا دعونا نلخص ما تم شرحه في الحلقة تتكون الجملة الاسمية من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر صور الخبر هي ألف اسم ظاهر مفرد أي ليس جملة ولا شبه جملة مثل الشعب الفلسطيني مرابط ب جملة ومنها واحد فعلية مثل الصهيوني يرهب الأطفال اثنان اسمية مثل الأقصى ساحاته واسعة. ج شبه جملة ومنها واحد ظرفية مثل العصفور فوق الغصن، اثنان جار ومجرور مثل الطلاب في الفصل. أعزائي الطلاب، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم. اشكركم على حسن متابعتكم وامل من الله تعالى ان تعم الفائده عليكم جميعا وانتظرونا مع دروس اخرى في الحلقات القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته